في الحقيقة في تفاعل كبير جدا على السوشيال ميديا مع هذه المبادرة الضخمة اللي بينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي. هاشتاج كتف في كتف تصدر مواقع التواصل الاجتماعي تزامنا مع هذه الاحتفالية اللي هتقام النهاردة وهيشهدها استاد القاهرة الدولي. عايزة أقول لك كمان أنه في استجابة كبيرة قوي كانت من عدد من مشاهير ورموز المجتمع والفنانين والرياضيين والإعلاميين والشخصيات العامة اللي أعلنوا دعمهم لمبادرة كتف في كتف، كمان مشاركتهم في الاحتفالية الخاصة بأكبر مبادرة للحماية الاجتماعية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن كل ده في سياق التقرير اللي جاي. تصدر هاشتاج كتف في كتف مواقع التواصل الاجتماعي تزامناً مع استعداد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنظيم احتفالية جماهيرية لأكبر حدث خيري في مصر اليوم في استاد القاهرة الدولي، وذلك بمشاركة أكثر من 80,000 متطوع من التحالف الوطني ضمن مبادرة كتف في كتف، والتي تستهدف توزيع أكثر من 4 ملايين كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية. أيضاً أعلن عدد من المشاهير ورموز المجتمع المصري من الفنانين والرياضيين والإعلاميين والشخصيات العامة دعمهم لمبادرة كتف في كتف، بالإضافة إلى مشاركتهم في الاحتفالية الخاصة بأكبر مبادرة للحماية الاجتماعية. ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مؤتمره الأول بضرورة بذل قصارى الجهد لتقديم المزيد من الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية من خلال جهود داعمة ومبادرات طموحة من شأنها تخفيف العبء عليهم وتوفير حياة كريمة لهم.